يقول لك لا انتوا اتعادلتوا ولا مش عارف، لا ده طبيعي جدا على فكره اللي بيحصل ده. المهم ان الفريق يبقى جاهز في المباراه النهائيه ان شاء الله، ان شاء الله ان الفريق يبقى جاهز في المباراه النهائيه. انا متخيل ان المجموعه دي بشكل كبير جدا النادي الاهلي يستطيع ان هو ينفرد بصداره هذه المجموعه في المباراه القادمه ويقدر يكمل بقى في صداره هذه المجموعه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. لكن كل ده هيتقفل، تخيلوا حضراتكم ان فريق النادي الاهلي من النهارده بيستعد لمباراه المقص. النهارده اتعمل التمرين للمجموعه اللي موجوده اللي ما لعبتش امبارح في للفريق في ملعب في الجزائر، واتمرنوا النهارده استعدادا لمباراه يوم الخميس القادم امام مصر المقص. هي دي الحياه، هي دي حياه لاعب كره القدم، لازم يكون مركز دايما. ادي التدريبه اللي كانت في الفندق اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده كان استعدادا للمباراه. طبعا الكابتن محمد يوسف مش هيلعب يعني، كابتن محمد يوسف مش هيلعب يعني، لكن هو كابتن محمد يوسف زي ما حضراتكم شايفين يعني يعني بيمشي رجله شويه. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان دايما تخلي عندكم ثقه في الفريق، دايما تخلي عندكم امل في القادم، لانه اللي بيحصل دلوقتي ان بيعاد تكوين فريق يستطيع ان ينافس على كالعاده يعني على كل البطولات اللي بيلعب فيها النادي الاهلي، لان لن يسمح خلال الفتره اللي جايه بان احنا نخسر بطوله. هي كره قدم ورياضه ما فيهاش اي مشكله، ولكن اللي اقصده ان الكل بيبذل مجهود، مجلس الاداره بيبذل مجهود في ان هو يجيب لعيبه، اللعيبه دي لما تيجي بتبذل مجهود بتتمرن كويس وبتلعب كويس عشان ترضي حضراتكم وتبقى على قد مستوى واسم النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لحضراتكم دي بعض من استعدادات فريق كره القدم للنادي الاهلي للمباراه القادمه. ده اللي بيحصل حضراتكم او اللي شايفينه امامكم ده في الجزائر. في الجزائر يعني ناس بتستعد من الجزائر لمباراه مصر المقصه القادمه. وخدوا بال حضراتكم الفتره دي هي فتره المسانده وهي فتره التشجيع. الناس كلها بتبقى دايما مستنيه الفريق يشجع او الجمهور يشجع فريقه ويقف في ظهر فريقه، ده مهم جدا جدا جدا. طيب خلينا برضو نطمن على بعثه النادي الاهلي وما حدث